في عناوين نشرة الليلة: باسيل عن الحكومة وقانون الانتخاب. اليوم النقاش اللي عم بصير أنا بالنسبة لنا بتخطى الحقيبة أو المقعد الوزاري إلى ما هو أبعد من هالشي بكتير، لا للتمديد للمجلس النيابي. كامل أمهز يروي للجديد تفاصيل توقيفه. كامل أمهز بتهرب أجهزة خلوية على لبنان. أنت شو رأيك لو بهرب أجهزة خلوية كنت ما طلعت؟ مراقبو الانتخابات يرفعون الصوت، نريد مستحقاتنا. اشتغلوا ما تقبض. أنا بعتقد الداخلية مرتبة، يعني احترامي لكل مسؤول فيها. لقاء الملك والأمير، خيل وسلفي ورقصة سيف. وفي ترندز رغم سنة قلبة دليلة. كان معاه بيقولي لحياتي تالي تالي. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. يعتقد أن صوت سيرجي لافروف حلق كالسخوي في أرجاء حلب وشكل ما يشبه أزيز الرصاص في أسماع المقاتلين السوريين أو ما تبقى منهم في المدينة المحاصرة. هو أنذر ولم يعذر وقال إن على المسلحين الانسحاب أو سيجري القضاء عليهم. ساعات على رعد موسكو وأعلن خروج أول 300 مسلح من حلب الشرقية وعن سيطرة الجيش السوري على أحياء عدة، حيث دخلت الدبابات منطقة قاضي عسكر وتربة لالا كاشفة في مشهد جوي عن مدينة محترقة. تسارع عسكري في حلب، تأمل حكومي في بيروت، وقد علقت التشكيلة الحكومية الموعودة على شجرة الميلاد وربطت مواعيدها بولادة السيد المسيح. إحدى علائم البشارة إضاءة شجرة العيد في القصر الرئاسي هذا المساء بعد غياب للسنة الثالثة. لكن وأبعد من الضوء هو تبديد الهواجس وأعلان الرئيس ميشيل عون أن لا خوف من التأخير في تأليف الحكومة التي توقعها قريبة لتحقيق الأهداف المحددة سابقا وفي مقدمها محاربة فساد ينهش قدرات الدولة. وتحت شجرة ميلاد التيار قدم الوزير جبران باسيل هدايا إلى المكونات السياسية رافضا الإلغاء والعزل، معلناً أن حكومة 24 وزيراً ستتسع للجميع من المردة إلى الكتائب إلى القومي وأرسلان إلى سنة الثامن من آذار. وحدد باسيل الموقف من كل مكون سياسي، معلناً ثبات العلاقة بحزب الله وأن الخلافة المسيحية الشيعي لن يحصل لا هلأ ولا بعدين. واقترح رئيس التيار الوطني الحر فصل قانون الانتخابات النيابية عن المسار الحكومي، وقال إن كل من يسعى لتأخير الحكومة إنما يضر بنفسه، إذ أن السقف الزمني معروف والتغيير آت من وراء القانون، جازما بعدم التمديد وباستبعاد الستين. البداية الآن من قصر بعبدة مع الزميل شادي خليفي، حيث أضيئت زينة الميلاد في القصر على وقع التراتيل والأغاني الميلادية. شادي مساء الخير. مساء الخير جورج. يعني بالفعل الحياة هي رجعت إلى قصر بعبدة مع دخول الرئيس ميشيل عون إلى هيدا القصر، ولكن اليوم هيدا الجو يلي عم نعيشه ويلي غاب آخر سنتين بهالقصر جو جميل جدا. الساعة 7:30 بتمام الساعة 7:30 كانت انطلقت الاحتفالية الميلادية بدخول الرئيس ميشيل عون وعقيلته السيدة الأولى السيدة نادية عون وبنات الرئيس أيضا العميد المتقاعد شامل روكوز والوزير جبران باسيل. هو يأخذ طابع عائلي هذا الاحتفال، وبالتالي من مثل ما عم بتشوف يعني عم نشوف بعدنا هلأ بنات الرئيس متواجدين وأيضا كمان
بس خلينا هو بالبروتوكول ممنوع نقرب على الرئيس، بس عم نشوف الفخامة الرئيس لا يزال متواجد بالباحة والسيدة الأولى أيضا، وهلأ عم بيغادروا هن وأحفاده للرئيس. وبالتالي عند الساعة 7:30 الوزير جبران باسيل عم بياخد سيلفي. قرب لعندي، خلينا نجرب نقرب عند الوزير جبران باسيل نشوف إذا في إمكانية نوصل لعنده لمعالي الوزير. بس بتعرف جورج بالنقل المباشر أيام نعم. بيكون في بعض العراقيل. إذا جورج كان هو طابع عائلة بشكل كتير كبير، كان موجود موظفي القصر، ضباط لواء الحرس الجمهوري، وهيدي الشجر يلي عم نشوفها هي ترمز جورج إلى الحياة. بالإذن ترمز جورج إلى الحياة. معالي الوزير، معالي الوزير، نحن مباشرة على الهواء. ينعاد عليك، قد ايه مبسوط اليوم بهالجو يلي عم نشوفه نحن على الهواء مباشرة. ينعاد عليك، شو بتقول اليوم للبنانيين؟ شجر الميلاد يرمز معالي الوزير إلى الحياة، وبالفعل هون الحياة بقصر بعبدة رجعت، على أمل بأنه كمان يعني هالعهد الجديد انطلاقته تحمل كل خير وبركة بهالأعياد لجميع اللبنانيين. أنت قلت كل شيء، إن شاء الله إن شاء الله بيكون ميلاد للبنان جديد وعطول فرح وأعياد لكل اللبنانيين، ومنعيد كلنا سوا بالفرح. معالي الوزير، يعني عادة المغارة وشجرة الميلاد بتترافق مع هدية، يمكن الهدية الأفضل هي أن يدخل الرئيس المكلف سعد الحريري وبيده التشكيلة الحكومية، وأنه يكون في قانون انتخابات وتصير الانتخابات بوقتها ويصير في إصلاح بالبلد. وبعتقد عنا شي 1,000,000 هدية نقدمهم لللبنانيين. إن شاء الله كل يوم نعيش الميلاد وكل يوم نقدم لهم هدية. معالي الوزير، إذا نعم جورج، يعني من بعد ما تابعنا رح نشوف بس جولة على الشجر إذا أمكن، بس والمغارة يلي هي بتزين قصر نعم. يعني الملاحظ شادي أنه ليست شجرة واحدة، يعني مش شجرة ميلاد واحدة، إنما في عدة شجرات مزبوط. وفي مغارة ضخمة يعني تتوسط هذه الشجرات. نعم بالفعل جورج، مثل ما عم بتشوف مش شجرة واحدة إنما مجموعة من الشجر بالإضافة لمغارة كبيرة، وكان إطلاق إضاءة شجر الميلاد والمغارة ترافق مع كورال من عدة جامعات ومجموعة من الأطفال، وأيضا كمان في بباحة قصر بعبدة زينة وشجر تمت إضاءتهم. مثل ما قلت جورج، الشجر هو يرمز إلى الحياة، على أمل أنه هالعهد الجديد ينطلق بحياة فيها من الإنصاف ومن العدالة ومن الراحة للمواطن اللبناني اللي عانى على كافة الأصعدة، وتكون الهدية المنتظرة مثل ما كنا عم نقول أنا والوزير جبران باسيل، حكومة بيدخل الرئيس المكلف تكون بإيده أسماء الوزراء جاهزة فيها، وأيضا نعم. كمان الخير والسلام وقانون الانتخاب. شكرا لك شادي خليفة، إذا كنت معنا مباشرة من قصر بعبدة، وإلى كريستين حبيب. شكرا جورج. ومن الرابي دعا باسيل إلى فصل مسار الحكومة عن قانون الانتخاب وذكر بثوابت التيار. لم يكن تأليف الحكومة على رأس سلم أولويات اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الرابية، بل كان اجتماعاً لإعادة التذكير بثوابت التيار وعلاقته بمختلف الأطراف. اليوم النقاش اللي عم بصير أنا بالنسبة لنا بتخطى الحقيبة أو المقعد الوزاري إلى ما هو أبعد من هالشي بكتير. علاقتنا مع حزب الله هي أمتن من كل ما سبق بالماضي، هي بأقوى حالاتها اليوم. بالنسبة للقوات تعرفوا بيقولوا نحن بيننا وبينهم في ورقة نوايا، بيقولوا طريق جهنم معبدة بالنوايا الحسنة. طب كيف إذا طريق السماء بتكون معبدة بنوايا أحسن وأحسن؟ نحن قلنا وعم نقول نحن نسعى إلى تحالف انتخابي مع القوات اللبنانية بالانتخابات الجاية. بالنسبة لتيار المستقبل ما رح نذهب مرة أخرى إلى صدام مع تيار المستقبل إطلاقا. وعن حركة أمل أعرب باسيل عن طموح للاتفاق على العلمنة الشاملة أي قانون الانتخاب النسبي، ودعا رئيس التيار إلى فصل مسار الحكومة عن قانون الانتخاب. فينا نفكر أن الحكومة هي ممر إلزامي لقانون الانتخاب، وفينا نقول لا، مجلس النيابة بيقر قانون الانتخاب من دون ما تعني هيدي انها بتأخر هيديك، ولا هيديك بتأخر هيدي، لأنه التنينتون حيصيروا
والحكومة رح تطلع ورح تطلع قبل قانون الانتخاب أكيد، بس إنما ما في شيء بيمنع أن نبلش اليوم نحن بحركة ونشاط سياسي، نعلن اليوم نحن كتكتل تغيير وإصلاح أن سنبدأ به فورا، ولنقول أنه أول شيء لا لقانون الستين تحت أي ظرف، لا للتمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف، نعم لقانون نسبة. نحن نتمنى يكون الأرثوذكسي. وردا على افتتاحية صحيفة السفير بعنوان هكذا يكون الوفاء يا جبران، تيار الوطن الحر وتكتل التغيير والإصلاح يلي معروف تاريخه وماضيه والمستقبل يلي عم يشتغل لقله، هيدا ما بيقدر يغير هيدا الزيت، لا شائعة ولا كذبة ولا مقال لصحافة ولا مانشيت لجريدة تنكتب بطلب وباستدعاء لبعض الصحفيين. وختم الوزير مؤكدا أن تحالفات التيار مع أكثر من جهة ليست موجهة إلى أي طرف، إنما هي محاولة لجمع التناقضات. لايال سعد، قناة الجديد. التأخير في تأليف الحكومة يستنزف العهد الجديد، العقد ما زالت على حالها والحزب يدخل في الوساطة. يسعى رئيس الحكومة المكلف لإعلان تشكيلته كهدية ميلادية، وهذا ما تأمله دوائر القصر الرئاسي، غير أن الآمال تصطدم بواقع التعطيل الذي لم يتبدل، فالعقدة لا تزال عند محوري عين التين بن شعي. لا زالت الأمور على حالها بانتظار يعني الجهد الذي يبذل لتشكيل الحكومة. الحوار في كل يوم ضروري وفي كل لحظة، إن كان لجهة تشكيل الحكومة أو لجهة أي أمر آخر على مستوى الوطن. مصادر عين التين كشفت حديثا دار بين الرئيسين عون وبري في أثناء لقاء الرؤساء الرباعي، وكان فحواه أن على الرئيس عون إنصاف حليفه في التكتل النائب سليمان فرنجي، وخصوصا أنه امتنع طوال 8 أشهر عن حضور جلسات انتخاب الرئيس عندما كان أكثر المرشحين حظوظا. كما نقل بري عن إمكانية إقناعه لفرنجي بحقيبة التربية إذا ما عرضت عليه رسميا. ووسط كل هذه العثرات أطلق حزب الله محركات وساطاته لتقريب المسافات. فخامة الرئيس عون لا يحتاج إلى نصائح بهذا الموضوع، فهو أب للجميع وبي للجميع ويعرف ماذا يتصرف. ولكن خطوة الرئيس ما تكللت بالنجاح، يعني ما شفنا النائب سليمان فرنجي. أنا برأيي ستتكلل بالنجاح، الأمر متوقف عند حدود حقيبة أو حقيبتين، بالتالي بأبوة فخامة الرئيس وحنكة دولة الرئيس بري وفريسية سليمان بيك فرنجية يمكن حل حالة العقد. على ضفة التيار فإن مصادره تقرأ أهدافا تعطيلية مضمرة. بالنسبة لعقدة المرضى ما بعتقد أن العقدة هي عقدة المرضى، هلا ممكن كتير يكون في أمور أخرى، البعض عم بيراهن على أنه عدم تأليف الحكومة ممكن أنه يطير انتخابات أو قانون انتخابي أو الانتخابات النيابية. المشكلة اللي عم نعيشها بلبنان اليوم عدم التساهل في الحقائب، بدنا نكون متساهلين بالمشروع الوطني العام اللي بيقود إلى الوحدة الوطنية. والحال هذه فإن كلا يتمسك بما لديه، وزارة الاتصالات لن يتنازل عنها المستقبل لمصلحة فرنجية، المردة حصرت حصتها بين حقيبتي التربية والزراعة، والرئيس بري متمسك بالأشغال، أما مساعي بيت الوسط فما زالت تعمل لتفكيك العقد من دون إحراز أي تقدم. الرئيس حريري مدد إيده بكل الاتجاهات باتجاه كل القوى السياسية، نأمل أن تذلل هذه العقبات بأقرب وقت ممكن. بقدر أقول لك اليوم بيصادف مرور 33 يوم على تكليف دولة الرئيس سعد الحريري للتشكيل الحكومي، وبعدنا ضمن الأطر الطبيعية لتشكيل وتأليف حكومة. الكباش الحكومي يستنزف انطلاقة العهد الجديد ويؤشر إلى صعوبة في التأليف ما قبل مطلع السنة الجديدة، خصوصا أنها عادت إلى نقطة الانطلاق بعدما ظهر كلام في الكواليس وفق مصادر حزب الله عن عدم أحقية تمثيل القوات بأربعة مقاعد، سواء لجهة حجمه النيابي أو لجهة تاريخه. رواند أبو خزام، قناة الجديد. بعد تخلية سبيله بكفالة مالية، كامل أمهز يروي للجديد تفاصيل توقيفه. دوري.
بعدما يقارب 20 يوما على توقيفه، أخلي سبيل تاجر الهواتف الخلوية كامل أمهز بكفالة قيمتها 15 مليون ليرة لبنانية. وبعد خروجه روى أمهز للجديد تفاصيل استدعائه وتوقيفه لدى فرع المعلومات، نافيا أن يكون التوقيف على خلفية تهريب المخدرات. تلفنت صراحة أنا على فرع المعلومات، قلت لهم أنتوا تلفنتوا لي بدي أجي لعندكم في شيء، قالوا لي إيه عايزين لك موضوع. رحت لو في شيء، أول شيء ما بروح أنا يعني بعمل واسطة أو شيء على القليل، بتلفن لحدا بسأل إنه شو فيه. قالوا لي في قصة علي أمهز بيقول عنك إنه أنت، قلت له جيب لي شنتين وخد أجارهم، ما خد أجارهم. قلت له أنا أوكي أنا جاي، رحت على الأساس إنه علي أمهز إنه عم بيقول هيك هيك هيك، وأنا عارف إنه في علي أمهز بني شايفه إلي 10 سنين وما في شيء بيني وبينه أبدا. أمهز كشف تفاصيل المواجهة الأولى بينه وبين الدركي علي. فأول ما فتح فرع المعلومات همس بدينتي وقال لي بلكي بتساعدني كواقف حدي. قلت له بلكي بساعدك بجيبني لعندك، كيف بدي ساعدك؟ ما عنده لا إثباتات ولا أدلة. قال أنا قلت له جيب لي شنتين، واحدة أخذ أجارة 1800 دولار، واحدة أخذ أجارة 2000 دولار. قلت له يا أخي الشنطة كلها بتساع 25 تليفون، إذا بجمركها بيطلع جمركها أقل من 2000 دولار. فرع المعلومات قعدوا يشتغلوا كتير إنه إذا في تزامن جغرافي بينه وبينه، يمكن بالاتصالات أو شيء، ما في شيء بينه وبينه أبدا. وبعد المواجهة حاول علي التراجع عن إفادته أمام فرع المعلومات، وهو ما رفضه ضباط التحقيق وأحالوا الملف إلى المحكمة العسكرية. أول ما فتنا عند القاضي استجوب علي أمهز قبل استجوب علي أمهز قبلي، بعدين استجوبني لإلي. فأنا طلبت إنه مواجهة علي أمهز، قلت له للرئيس في أطلب مواجهة علي أمهز. قال لي إيه، إجا علي أمهز بتعرف على القرآن إنه أنا شفتك يا خيي من 2002 لتاريخ اليوم أو من 10 سنين. سكت هيك أو شيء، قلت له كون رجال واحكي الحقيقة، ما أنت ابن ضيعتي وأنا ابن ضيعتك وبيك كان رجال، كون رجال واحكي الحقيقة. قال له للقاضي صراحة أنا ما شفته أبدا، هو كان قال شفته أنا بالضيعة واتفقت معه على أساس. قال له ما شفته أبدا. قال له للرئيس، رئيس فيه سلم عليه. قال له سلم عليه. أول شيء أنا ما قبلت صراحة، قال له بدي صافحه هيك، بعدين وقفت سلمت عليه. ليش طولت هالقد مدة التوقيف؟ لأنه بعدين عرفت إنه الناس نزلت تظاهرت وهيك وانزعج هو القاضي. كامل أمهز بتهرب أجهزة خلوية على لبنان. أنت شو رأيك لو بهرب أجهزة خلوية كنت ما طلعت، كنت بعدني موقوف. كل شيء عندنا مجمرك ومنظم، والدليل على ذلك إنه وقت إجوا جمارك على محلات لبنان كلهم نحن ضلنا نفتحين ما سكرنا. ورا اللي صار معي يعني، إذا في وراي حدا بيكون هو. خرج كامل أمهز في انتظار حكم القضاء اللبناني كما يقول، ليبقى الأيام والقضاء الحكم النهائي. حسان الرفاعي، قناة الجديد. لجنة الإعلام توافق على قانون الإعلام اللبناني الجديد بانتظار مصادقة الهيئة العامة عليه. 49 جلسة عقدتها لجنة الإعلام والاتصالات منذ عام 2011 ناقشت فيها قانون الإعلام اللبناني وجرت الموافقة على كل بنوده، وينتظر هذا القانون الهيئة العامة للمصادقة عليه ليصبح نافذا. وأمل رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله أن يواكب هذا القانون العصر والحد الأدنى من التطورات الداخلية في لبنان. أنهت لجنة الإعلام والاتصالات اليوم مناقشة قانون الإعلام اللبناني الجديد ووافقت على البنود كافة، وبالتالي هذا القانون ينتظر الهيئة العامة للمصادقة عليه ليصبح قانون الإعلام النافذ. وحرصنا بشكل كبير أن نعزز الحرية الإعلامية في لبنان انطلاقا من إيماننا بأن بلدنا هو بلد للحريات، وأن واحدة من قيمه الأساسية هي هذه الحريات التي يفترض أن تبقى مصانة، لأنها مصانة بالدستور واليوم مصانة أكثر على المستوى القانون. كما أشادت اللجنة بالحكم القضائي الصادر عن قاضي العجلة الذي يتعلق بفرض إعادة بث قناة المنار على العربسات بعد التثبت من عدم مخالفتها الشروط. وناقشت اللجنة العلاقة بالقمر الصناعي نايلسات المملوك من مصر والحكومة اللبنانية، ودعت إلى بث العرض الذي قدمه نايلسات إلى وزارتي الاتصالات والإعلام لجهة استئجار حيز على القمر الصناعي الذي يوفر ماليا على القنوات اللبنانية.
ألغت مصر عام 99 المواد المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج المغتصب ضحيته. أما في الأردن فيعفي القانون المغتصب في حال زواجه بضحيته. في العراق يواجه المعتدي السجن المؤبد، لكن العقوبة تسقط في حال الزواج. في لبنان الوضع ليس أفضل حالا. تحت شعار الأبيض ما بيغطي الاغتصاب متلبسونا 522، جددت جمعية أبعاد تحركها من خلال وقفة صامتة في ساحة رياض الصلح تطالب بإلغاء هذه المادة ولتؤكد على حق الناجيات من الاغتصاب رفض الزواج من المغتصب. نحن ما جايين نقول له انه احنا مش مع جوزونا المغتصب، نحن مع اعدامه، انا بالنسبه لي مع اعدامه او مؤبد مدى الحياه بغرفه منفرده يعني، بس مهم ما يأرجينا اياه، لانه وقت تعرض لنا واحد بالحياه بحسسنا بكثير ازمه نفسيه، نحن بنمرض من وراها الشغله، لانه ما بنقعد نقعد ناكل بنشرب بنفكر، بس بنفكر انه شو عملنا نحن حتى عمل معنا هيك، لانه نحن ضعاف، لا نحن منا ضعاف، نحن قوايا. انا مره كنت متصابه وقاعده بالمستشفى، ممرض تحرك شويه. ممرض تحرش فيه وأنا نايمة بالغرفة. هدول النساء هن إذا بدك هن النساء اللي بيشتغلوا مع النساء، هن ناشطات. اليوم لبوا هيدا الدعوة أو لبوا هيدا الطلب بهيدا الوقفة الرمزية ليكونوا عم بيجسدوا أوضاع مؤلمة لنساء بيسمعوها وبيشتغلوا معها كل يوم بمراكز الاستماع. نساء تغتصب ونساء المجتمع أو أسرتها المباشرة بترغمها على سترت الموضوع من خلال الموافقة على الزواج من الضحية. بفرجوا نموذج من النساء للي سنوات هن متزوجات من المغتصب وصار عندهم أسر وعلقانين بدوامة عدم الانفصال كرمال الأولاد. القانون 522 بيقول إذا تزوج المغتصب ضحيته بيمحوله عقوبته، وهيدا بيقولوا أنه ليحافظ على كرامة المغتصبة وعلى كرامة عائلته. شوفوا التناقض يعني بالحكي، صار الاغتصاب بيحافظ على كرامة المرأة وعائلتها بلبنان. قانون 522 هو قانون القرون الوسطى، وما في لبنان يكون دولة إصلاح ودولة قانون إلا بإلغاء هالمادة. تنقسم لجنة الإدارة والعدل بين مؤيد لإلغاء المادة 522 وبين من يسعى لتعديلها على أن تبت بمصير هذه المادة في جلستها غدا الأربعاء، إلا أن المعتصمين يصرون أن التعديل لا يفي بالغرض باعتبار أن الاغتصاب جريمة وعلى المجرم أن ينال عقابه. والآن إلى فقرة ديمقراطية. العوافي. من بعد ما انكشفت النوايا حول رغبة الكل بالإبقاء على قانون الستين، بلشنا اليوم نسمع من جديد بالقانون النسبي، فكيف رح يكون؟ خلونا نشوف وبكرة بشوفكم. حج محمد جعد، الرأي العام رافض قانون الستين، لازم بدلو نلاقي قانون نسبي. قانون نسبي، قانون نسبي، فليكن. شيخ سامي، ما رح يزبط قانون الستين، رح تقوم القيامة، لازم نلاقي قانون نسبي. أوكي دولة الرئيس، أنا ما عندي مشكلة، المهم قانون نسبي. شو قلت يا معالي الوزير؟ نسبي؟ طالما ما في خبز لقانون الستين، خلص منعمل قانون نسبي. إذا بنعمل قانون نسبي، أنا بقش طرابلس وإنت بتقش صغرتها. أكيد نجيب باك؟ أنا بشك، بس برضو ما رح أقول لأ، يلا نسبي. نحن يا أخوان بموجب القانون الجديد رح نسبي كل أصوات الشيعة بلبنان 100% دولة الرئيس. ونحن رح نسبي أصوات المسيحية بالمتن، وكسروان وبعبدة وزحلي وجزين وعلي والأشرفية وجبيل ووين مكان. ييه نسيت البترون. ونحن رح نسبي أغلب أصوات السنة. ونحن رح نسبي المقعد الماروني بطرابلس. وأنا رح اسبي أغلب أصوات طرابلس. وإن شاء الله أنا اسبي وما يسبولي صغرتا مثل ما سبيوا بعبدة من قدامي. أو بالنسبة رح نسبي. في الانتخابات البلدية الماضية استعانت وزارة الداخلية ب13 ألف موظف لمواكبة الاستحقاق.
هؤلاء توزعوا بين رؤساء أقلام وكتبة وهم أساتذة وموظفون في الإدارات العامة. يوزعون في المناطق بحسب معايير محددة أبرزها البعد الجغرافي لقلم الاقتراع عن مكان اقتراعهم. بعد أشهر على الانتخابات لم يتقاضى الموظفون مستحقاتهم. الجديد تثير القضية مع وزارة الداخلية والأخيرة تتحرك. قبل الانتخابات البلدية التي جرت صرح وزير الداخلية والبلديات أن الاعتمادات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات متوافرة. 6 أشهر مرت من دون أن يتقاضى المراقبون ورؤساء الأقلام مستحقاتهم. قصتنا نحن موظفين الدولة أنه اشتغل وما تقبض. اشتركنا من 7 أيار 2016 بثلاث دورات انتخابية للبلدية، لحد هلأ بعد ما قبضنا ولا ليرة. كل عمرنا نروح على الانتخابات، بس تخلص تسلم الصندوق يعطوك مصاري وتفل على البيت. هلأ قدي صارون؟ هلأ القصة بتقول أنه هن ملازمين شركة هيئتها أجنبية أو ما بعرف، بس اسم الله يعني شو هالشركات مني عندهم هونيك هيك بيعملوا؟ يعني لازم نحن قمنا بواجباتنا ما عدا البهدلة اللي تبهدلناها. يعني في محافظ بالمحافظات معينة كان التنظيم كتير ممتاز 100%، بس في محافظات كان التنظيم بهدلة. هي سابقة لم تحصل من قبل، وهؤلاء الموظفون حملوا وزيري المالية والداخلية مسؤولية التأخير. أنا بعتقد الداخلية مرتة، يعني مع احترامي لأو كل مسؤول فيها، يعني طلع شو وزير مالية أو وزير داخلية اعتذر من هالعالم ولا نحن شو يعني بيستخفوا بهالموظف المعطر اللي ناطر معاشه أو شي زودة منهم. وزير المالية هو مش قصة إنه مبلغ مهم اللي بنقبض، وللأسف ما إنه مهم، بس حقنا هيدا وحقنا نحن نطالب بحقنا. هم خليلنا إياهم لأي عيد، بدي أسأل شو اسمه، حسن خليل، وزير حسن خليل، بلكي كان عيد الفطر أمتى دخلك كان، أو عيد الميلاد أو أي عيد، خليلنا إياهم. وزير الداخلية طلع قال ميزانية موجودة، وين موجودة يعني؟ مشان فوائد ضبوها بجيابهم لمين؟ وزارة الداخلية وبعد التواصل معها أوضحت الأسباب للجديد، معتبرة أن تجابها بعض الأسماء ومشاركة 700 من موظفي المؤسسات العامة، إضافة إلى وجود آلية جديدة في وزارة المال سببت هذا التأخير، مؤكدة أن المستحقات ستدفع في الأيام المقبلة. فهل تتعاون وزارة المال لتسرع دفع هذه الحقوق قبل الأعياد؟ صدر عن مكتب الرئيس سعد الحريري ما يلي. نشر موقع الام تي في خبرا مفاده أن الزميلين في محطة الجديد كرمة وكريم خياط زارا الرئيس سعد الحريري في سياق توسل تمرير صفقة لتشغيل وصيانة معملي زوم كايل والجي. يؤكد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن ما ورد في الخبر ملفق وعار عن الصحة، وأن زيارة الزميلين خياط جاءت لدعوة الرئيس الحريري للمشاركة في حلقة ذات طابع اجتماعي إنساني تعدها الجديد لمناسبة الأعياد. كما ينفي المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن يكون الحديث خلال اللقاء تطرق للصفقة المزعومة أو لأي موضوع ذي طابع مالي أو تجاري. بدورها تؤكد الجديد أن زيارتها للرئيس الحريري جاءت في إطار تلبية دعوة على الغداء في بيت الوسط تناولت مسائل إعلامية حصراً، وضمن ترتيب الظهور الأول للرئيس الحريري على شاشتها في حلقة ميلادية. وما عدا ذلك فإن الجديد التي حاربت فساد السلطة لأكثر من عقدين من الزمن لن تلجأ إلى الأساليب الملتوية في تمرير مشاريع محض قانونية، وبالتالي فإن ما ذكره موقع الام تي في عن صفقة الكهرباء خلال اللقاء مع الحريري هو افتراء، عدا عن كونه إهانة لموقع رئاسة الحكومة والرئيس الحريري شخصيا القادم إلى عهد يتطلع إلى تغيير ومحاسبة. بعد الإعلان عزمي بشارة والتجارة تغريدة في قفص. أهلا بكم من جديد. يكفل الدستور اللبناني حرية إبداء الرأي قولا وكتابة، لكن لا قانون واضحا بالنسبة إلى جرائم الإنترنت. أما نشر رأي عبر وسائل التواصل فيتضمن قدحا ودما فينظر فيه أمام المحاكم الجزائية. لبنانيون كثر أوقفوا بسبب بوست أو تغريدة، آخرهم باسل الأمين.
صرميت اللاجئ والعامل والمواطن السوري بتسوى جمهوريتكم وأرزكم وثورتكم ورؤسائكم. كل هذا كلام فيسبوكي نشره طالب الإعلام باسل الأمين عبر حسابه على فيسبوك، مع أن باسل حذف منشوره لاحقا، إلا أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية كان له بالمرصاد إذ استدعي وأوقف. حضر مثل ما بقى هالناس وشاف على التواصل الاجتماعي هالبرنامج اللي حطوه على الأوتي في يلي هو عم يستفزوا فيه، عملوا ضرب بواحد سوري بطريقة كتير عنصرية، استفزت مشاعره هالمسألة هذه وحب يعبر بطريقة أنه هيك حس فيها أنه يعني لأنه لازم يحكي يعني، وهو بيجهل للقانون يعني. في شغلة الملفتة أنه باسل ما بيعرف بالقانون أنه والله إذا في شيء ذم لرئيس الجمهورية وهيك شغلات ما بيعرفها هو، يمكن بالغ شوية بس، لكن هذا الموضوع ما بيوصل لأنه يعني أنه يروح يتوقف. بيتصلوا فيه بيقولوا لي أنه بدنا باسل، بدنا نستدعيه بناء على إخبار من شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي. قلنا لهم إيه شو السبب؟ ما كانوا يقولوا لنا شو السبب، بده يجي لهم. هي ليست المرة الأولى التي يجري فيها توقيف أشخاص على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعيد إلى الواجهة قضية الحريات العامة. هذا المكتب أصلاً غير شرعي، أنشئ بناء لمذكرة صادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي وليس بناء لتعديل مرسوم تنظيم قطاعات قوى الأمن الداخلي. هذا المكتب يمارس دور البوليس السياسي، يعني وقت وسائل الإعلام تقرر أن تكون عنصرية بالتعاطي مع اللاجئين السوريين والعراقيين وما حدا يتحرك، فطبيعي يكون رد الفعل على هذا القدر من العنف إذا ما نسميها. لا يحق للنائب العام مهما كان من تلقاء نفسه أنه فجأة يقرر أنه هو بوليس سر بيسحب من مكان ومين ما بده. في فوق القانون في شرائع تسمو على القانون، يعني في عندك حرية الرأي والتعبير اللي كفلها الدستور، في شرائع دولية. توقيف باسل أحدث شرخا على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي مقابل التعليقات المدافعة عن حرية التعبير برزت آراء مستنكرة لما وصفته بالتطاول في الكلام. وأيا كان الأمر، السؤال الأهم هو ما إذا كان القضاء سيتحرك ضد الفضائح والقضايا الكبرى في البلد وما أكثرها، مثل ما حركه بوست على فيسبوك. نعيم برجاوي، قناة الجديد. صحيفة عزم بشارة تبتهج بفوزها قضائيا في بريطانيا على محطة الجديد بالكذب تارة وبالالتفاف على الاتفاق تارة أخرى. احتفت صحيفة العرب الجديد قبل نحو أسبوعين بكسب دعوى قضائية على تلفزيون الجديد بعد 3 سنوات من رفع إدارة المحطة دعوى لدى القضاء البريطاني بسرقة الصحيفة المذكورة العلامة التجارية للمحطة، على أن الصحيفة تعمدت في مقالها المنشور ذكر مجموعة مغالطات والتعمية عن حقائق أخرى، وهو أسلوب غير مستغرب حينما ترتبط الصحيفة باسم عزم بشارة الذي امتهن تجارة المواقف والقضايا في سوق العرض والطلب. بدون الأردن، الأردن بلا. أوكي احنا فاصل، احنا ما نعرف اني أوف إير ولا هون إيه. سمعت بدون الأردن؟ سمعت لتكون تقول أنا سمعت بدون الأردن. تكون سمعت بدون الأردن؟ لا من اللحظة ذي كنا بدون الأردن. إحنا سوريا، سوريا بشكل البحرين ركزت عليها كثير، عندك عقد أنت بس ممتاز، طلعت لي كل عقدة والله ممتاز والله، كل قصصك مع السعودية طبعا، بيض صفحة المؤسسة واسمعك يا ابن أخوك الصغير، بيض صفحة المؤسسة والله، لو قعدوا 100 سنة ما قالوا كذا، بيض صفحة المؤسسة هذا أهم شيء. مع العلم أن عضو الكنيسة السابق غير مرتبط وظيفيا بالصحيفة، إلا أنه يعد الموجه الفعلي والمهندس الإعلامي لجميع المنصات الإعلامية التي تملكها شركة فضاءات ميديا المحدودة ومنها صحيفة العرب الجديد. أغفلت الصحيفة في مقالها الابتهاجي أن تذكر للقراء أن الشركة حاولت قبل تسجيل علامتها التجارية في لندن أن تلجأ إلى السجل اللبناني والقطري، فرفض طلبها نظرا إلى ارتباط العلامة التجارية بتلفزيون الجديد. عليها تكلفت شركة فضاءات ميديا المحدودة عناء الذهاب إلى لندن لتسجيل علامتها التجارية لكون القانون البريطاني يتيح ذلك، إلا في حال اعتراض طرف يمتلك العلامة التجارية نفسها. لكن لماذا أصرت الشركة على كلمة الجديد؟
الجواب هو في الدراسة التي طلب المعهد العربي للدراسات والسياسة إعدادها عن أكثر المحطات اللبنانية تأثيرا ومشاهدة في لبنان، والجواب كان محطة الجديد. أما المعهد المذكور فيشغل عزمي بشارة منصب مديره العام. يذكر مقال العرب الجديد أن أخطاء الجديد المتلاحقة أقنعت القضاء البريطاني بعدم قانونية الدعوة من أساسها، زعيمة أن الجديد سجلت علامتها التجارية بعد رفع الدعوة، وهو محض كذب من نجي خيال الصحيفة، إذ أن إدارة الجديد كانت قد سجلت علامتها التجارية في بريطانيا قبل 3 سنوات من الدعوة. يتهجم المقال على رئيس مجلس إدارة الجديد تحسين خياط، ويزعم أن خياط حاول ممارسة ابتزاز مالي وسياسي وصل إلى حد التواصل مباشرة مع المدير التنفيذي لموقع صحيفة العرب الجديد عبد الرحمن الشيال. عليه لابد من إبراز الرسالة التي أرسلها الشيال، وهي في تاريخ 30 آذار 2016، يعرض فيها حل القضية بعيدا من المحاكم. ورد رئيس مجلس الإدارة تحسين خياط برسالة لاحقة في 27 حزيران من العام نفسه، يوافق فيها على عرض الصحيفة، معلنا سحب الممثل القانوني لمحطة الجديد في بريطانيا، وأن محامو شركة فضاءات ميديا المحدودة على علم بذلك. وافقت محطة الجديد على عرض العرب الجديد، فاختارت الشركة بإعاز من عقلها المدبر المضي قدما في غياب أي ممثل قانوني عن المحطة للمرافعة. حقق عزمي بشارة انتصارا وهميا آخر يضاف إلى انتصاراته الوهمية المتتالية، مذ اختار الإعلام تجارة ووسيلة لتسجيل نقاط شخصية مختبئا خلف ثوب القضية. وادعت الصحيفة فوزها في المحاكم البريطانية غافلة أن المحاكم الدولية عجزت عن إدانة الجديد. تكلف عزمي بشارة وشركة فضاءات ميديا المحدودة حوالي $500,000 على المحاكمة، علما أن القاصي والداني يعرفان بأن عزمي بشارة لا يدفع أموالا من جيبه. عبد الحميد كرامي ورشيد كرامي، باكورة كتب شركة المطبوعات والنشر، والوزير السابق فيصل كرامي ينتقد انهماك الدولة في توزيع المغانم والحصص. وقع الكاتبان نصر الصايغ وجورج فرشخ كتابي عبد الحميد كرامي رجل لقضية ورشيد كرامي في جناح شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في معرض الكتاب العربي في البيال، برعاية الوزير السابق فيصل كرامي الذي انتقد وبشدة العفو الذي صدر في حق قاتل الرشيد. قد لا تتذكر رجل بحجم عبد الحميد كرامي، وقد لا تتذكر رجل بحجم رشيد كرامي، لأنها دولة ملتهية بالانقسامات الطائفية والمذهبية وبتوزيع الحصص. هذه الدولة أيضا لا تهتم بشهدائها، ودليلي على ذلك بأنها قدمت عفو عن قاتل الرئيس رشيد كرامي، عفو غير مسبوق. أنا كوزير ثقافي موجود هون لأنه هذا عمل شيء تاريخي ثقافي، وكابن صغرته لما يعني هالأمر لابن صغرته كون الزعيمين كبيرين هم من طرابلس. وأنا مطمئن البال أنه هذا البيت يلي كان المدافع الدائم عن العروبة والمستميت الدائم للدفاع عن الوطنية مكمل حاضر ومستقبله بشخص خيي وحبيب القلب أستاذ فيصل. ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب الممدد علي بزي ألقى كلمة أمل فيها أن تطوى صفحة الانقسامات والخلافات والاصطفافات في هذا الوطن كي نقرأ جميعا في كتاب واحد. وفي معرض الكتاب أيضا وقع الصحفي والكاتب السياسي قاسم قصير كتابه حزب الله الثابت والمتغير. كذلك وقع الصحفي داود خير الله كتابه من أجل غد واعد في الربط بين الجهد والنتيجة لبناء الدولة. الطفل حسين نزهة مصاب بضعف في عضلة القلب، وأسرته لا تقوى على دفع تكاليف علاجه. يقف المواطن حسن نزهة عاجزا أمام تقديم العلاج اللازم لطفله حسين المصاب بضعف في عضلة القلب، فابن العام والنصف يحتاج إلى 4 حقن كل 15 يوما، ويتخطى سعر الحقنة الواحدة $1,000، وهي غير متوافرة لدى وزارة الصحة. عندي هذا الصبي مريض، عنده مرض مستعصي ضعف بعضلة القلب،
وصاروا 15 يوم مأخر عن الأوبر. كنا نجيب الأوبر عبر وزارة الصحة يمضي عليها الوزير. مش هذا الدواء مش متعاقد مع وزارة الصحة، مش موجود بوزارة الصحة إنه نجيبه رسمي يعني. كان الوزير يمضي عليه كرمال نجيبها وست أوبر. صحة هذا الطفل لا بل حياته باتت اليوم متوقفة على مساعدة يسيرة من وزير الصحة كي لا تخسر العائلة طفلها الثاني بعدما خسرت طفلتها الكبرى قبل فترة بسبب المرض عينه. بعد الإعلان حلب من الجو. أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا أن الجيش السوري وحلفائه سيطروا على أحياء جديدة في شرق حلب، وهي كرم الدادة وكرم القاطرجي والشعار والمرجي والشيخ لطفي، وسط فرار للمسلحين من المنطقة. وقد بث الإعلام الحربي مشاهد من العمليات العسكرية الدائرة تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، مشيرا إلى أن الجيش السوري وحلفائه باتوا يسيطرون على مساحة 73% من أحياء حلب الشرقية بعد التقدم الأخير. العرضة رقصة شعبية خليجية أبرز أشكالها العرضة النجدية السعودية، تقدم في الاحتفالات وترافقها أبيات شعر وأناشيد وتستخدم فيها السيوف. بالعرضة والزغاريد استقبلت قطر العاهل السعودي. بالعرضة النجدية والرقص بالسيوف على الخيل جرى الترحيب بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الدوحة التي يزورها في إطار جولة خليجية. فتفاعل الملك السعودي مع الرقصة التي أدتها فرقة فنون شعبية قطرية، وأظهر الفيديو الذي تداوله ناشطون الملك سلمان وهو يحاكي الفرقة في الأداء ويمسك بالعصا قبل دخوله الديوان الأميري لإجراء مباحثات مع أمير قطر وحضوره حفل عشاء أقامه والد الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني على شرفه. ولافتت طفلة قطرية الأنظار عندما تقدمت من العاهل السعودي لتلتقط من هاتفها الخلوي صورة سيلفي معه. وتلقى الملك سلمان هدية هي عبارة عن مجموعة من الخيل العربية الأصيلة قدمها أمير قطر، كذلك سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني وهو أرفع وأعلى الأوسمة القطرية. انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة اجتماعات الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الدول الخليج العربي بمشاركة قادتها وحضور رئيسة وزراء بريطانيا. وتناقش اجتماعات الدورة على مدى يومين عددا من المواضيع المتعلقة بالتعاون بين دول المجلس واستكمال مسيرة التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز إنجازات التكامل وصولا إلى تحقيق الوحدة الخليجية المنشودة. هذا واستبعدت سلطنة عمان من الدعوة للمشاركة في الاجتماعات بسبب مواقفها المتقدمة والمحايدة في مجمل ملفات المنطقة وخصوصا الخليج. والآن إلى فقرة ترندز مع الزميلة ميشا جويش. مساء الخير ميشا. مساء الخير جار، كيفك اليوم؟ منيحة. شو عنا؟ صار في ويب سايت لتعقب المتحرشين جنسيا، فمنتابع سوا التفاصيل. أها أوكي. مساء الخير. الحملة اللي شفناها على مدى 3 أيام وقبل أسبوع للذكرى السنوية 11 لاغتيال جبران تويني على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت تحت شعارات عندي سؤال واحد بس، بدي جواب واحد بس، ومين قتل جبران؟ وشفنا بدل حرف الألف بكلمات سؤال جواب وجبران رقم 11. مؤسسة جبران تويني أطلقت هالحملة بهدف تحريك الملف القضائي لقضية الاغتيال وببساطة لمعرفة مين قتل جبران. من فترة مش بعيدة شفنا ترند على مواقع التواصل تحت عنوان فضح المتحرش، وكنا عم نشوف صور وفيديوز لمتحرشين أثناء أيامهم بأعمالهم المشينة. اليوم عم نشوف ثلاث سيدات لبنانيات أسسوا موقع harassedtracker.org أو متعقب المتحرش، وهن بطور التأسيس لأبليكيشن بتتابع هالموضوع. هالمبادرة هدفها محاربة التحرش الجنسي بلبنان وبناء خريطة واضحة بتفرجي وين صاير حالات تحرش مبلغ عنها من قبل. والقيمين على هالمبادرة بيدعوا النساء اللي تعرضوا لأي نوع من التحرش لعدم إخفاء الموضوع وتعبئة الاستمارة اللي على الموقع واللي بتبقى المعلومات فيها سرية. وأيضا الهدف من المبادرة إلقاء الضوء على فكرة أنه الإحراج هو للمتحرش ومش للشخص اللي تعرض للتحرش.
رجع انتشر على فيسبوك فيديو لسيدة عجوز مهضومة عم بتغني أغنية أنا قلبي دليلي للفنانة ليلى مراد بكل رومانسية وحب لتبرهن أنه الحب والتعلق بالحياة ما إلون عمر. شايفة في خيالي سمع لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا اللي فيكن ترجعوا تتابعون على صفحة ترانز على فيسبوك وفيكن تتابعوني على الحسابات اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. أخبار جديد من مواقع التواصل الاجتماعي بنشرة بكرة. كان في النشرة باسيل عن الحكومة وقانون الانتخاب. اليوم النقاش اللي عم بصير أنا بالنسبة لنا بتخطى الحقيبة أو المقعد الوزاري إلى ما هو أبعد من هالشي بكتير، لا للتمديد للمجلس النيابي. كامل أمهز يروي للجديد تفاصيل توقيفه. كامل أمهز بتهرب أجهزة خلوية على لبنان. أنت شو رأيك لو بهرب أجهزة خلوية كنت ما طلعت؟ مراقبو الانتخابات يرفعون الصوت، نريد مستحقاتنا. اشتغل وما تقبض. أنا بعتقد الداخلية مرتبة، يعني مع احترامي لكل مسؤول فيها. لقاء الملك والأمير، خيل وسلفي ورقصة سيف. وكان في ترانس رغم سن البدليلة. ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء في نشرة 11:30.